إلى متى تستمر ميليشيا الحوثي في نهب اليمنيين تحت لافتة مناسباتها المتعددة؟ المولد النبوي، الغدير، الولاية، عاشوراء، ذكرى الإمام زيد وغيرها من المناسبات الدينية والطائفية يستخدمها الحوثيون في الترويج لفكرهم الإمامي، فكيف هو أثرها على المجتمع؟ أهلا بكم. قبل أكثر من شهر على ذكرى المولد النبوي، بدأت ميليشيا الحوثي حملة مكثفة على مستويين: مستوى الترويج للنبي باعتباره جدهم الأكبر الذي ورثهم الحكم، والمستوى الثاني نهب المواطنين اليمنيين وإجبارهم على دفع أتوات مكلفة تحت لافتة دعم الاحتفال بالمولد النبوي. في هذه المناسبة ومثلها الكثير من المناسبات الطائفية التي ابتدعتها ميليشيا الحوثي، ينفقون مئات الملايين على تجهيزات الفعاليات يصب معظمها في جيوب قادة الميليشيا ومشرفيها، في الوقت الذي يموت فيه كثير من اليمنيين جوعا وسط ظروف قاسية أصبح فيها أكثر من 80 من المواطنين في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية. تتعدد المناسبات الاحتفائية التي تقيمها ميليشيا الحوثي، فيما تبقى معاناة الناس هي الجامع الأبرز في كل هذه المناسبات. منذ سيطرتها على البلد عمدت ميليشيا الحوثي إلى إحياء الكثير من المناسبات ذات الصبغة الدينية، وتعمل على استغلالها في تعبئة المجتمع وإعادة ترتيب أولوياته بما يخدم أجندتها الطائفية. إذا احتفلنا اليوم فإنما نعيد أمجاد أجدادنا. أحد المسؤولين في الميليشيا كان أكثر وضوحاً وهو يتحدث عن أن الهدف من هذه المناسبات هو استلهام مجد أجداده، في إشارة للحكم السلالي الإمامي الذي حكم أجزاء من البلاد خلال القرون الماضية قبل أن تقضي عليه ثورة 26 من سبتمبر مطلع ستينيات القرن الماضي. مناسبات يصرف فيها الحوثيون مئات الملايين على التنظيم واللوحات الدعائية والمهرجانات تحت لافتة محبة الرسول وآل البيت، بينما الهدف الحقيقي هو ترويج فكرة الحكم السلالي ومحاولة ربطها بالدين كي يسهل تقبلها من المجتمع. إنها عملية إعادة هندسة للمجتمع والوعي الشعبي تصب في المحصلة النهائية في خدمة أجندة ميليشيا الحوثي وسعيها لتدعيم سلطتها وتثبيت أركانها. لم يكتف الحوثيون بتغطية صنعاء باللون الأخضر ونثر الشعارات واللوحات الضخمة في جميع الشوارع، بل فرضوا على اليمنيين أيضاً تحمل تكلفة هذه الحملات. بدأت ميليشيا الحوثي قبل قرابة شهر من حلول ذكرى المولد النبوي بتحصيل الجبايات على المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمكاتب من أجل تمويل الفعالية، وهذا ما يتكرر في كل فعالية دينية تنظمها الميليشيا. ذهب الحوثيون أكثر من ذلك هذه المرة، حيث فرضوا إتاوات على طلاب الكثير من مدارس صنعاء وغيرها من المدن، غير آبهين بظروف الأهالي وعدم قدرتهم على تحمل مزيد من الأعباء المالية. وأن يكون هناك صدق وجدية في التحرر، ليست فقط حضور في هذا المكان ثم مع السلامة مع عبد الله ذوليك الذي بيتحركوا. تعمل الميليشيا بشكل دائب على استغلال هذه الفعاليات في تحشيد المزيد من المقاتلين إلى جبهاتها المفتوحة على طول مساحة البلد، فيما يتعرض الأطفال لجرعات كبيرة من التعبئة الطائفية التي تؤكد أننا أمام مستقبل لن يكون أقل سوءا من هذا الحاضر السيء. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والصحفي نبيل البوكيري هنا في الاستوديو. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك يا مشاهدينا الكرام. أهلا بك. كما سينضم معنا عبر السكايب الإعلامي عبد الله الحرازي من هولندا. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور عليكم وعلى مشاهديكم مشاهدي بلقيس وعلى ضيفكم الكريم. أهلا بك معنا وبك أستاذ نبيل. والبداية معك، تتهيأ ميليشيا الحوثي للاحتفاء بالمولد النبوي وهذه ليست المرة الأولى كما نعلم، كيف تتابع تحضيرات الاحتفاء بالمولد النبوي؟ طبعا ما يجري في صنعاء هو سياق يعني مستمر لإعادة تشكيل هوية جديدة للمجتمع اليمني، هوية طائفية سلالية مذهبية لا علاقة اليمن وتاريخه وثقافته
وحتى التسامح الديني وحتى كمجتمع محافظ لا علاقة له بمثل هذه الهوية التي يتم إعادة صناعتها وإعادة ترتيبها في المشهد اليمني. طبعا خصوصية المرحلة أو خصوصية هذه الاحتفائية في هذه المرحلة هي تأتي من تساقط خرافات السطوة الطائفية والحاكمة في كل من بغداد والعراق اليوم. أنا باعتقادي اليوم يعني ما قرأ في العراق وفي بغداد وبيروت تحديدا من انهيار لمنظومة الطائفية الحاكمة والطائفية السياسية التي تحكم هذه البلدان ينعكس اليوم في صنعاء بشكل مبالغ فيه في مسألة الاحتفاء بمثل هذه المناسبات التي تبني عليها هذه الجماعة هوية المجتمع وتبني عليها أيضا حتى حضورها المذهبي وحضورها السياسي وحضورها أيضا الريعي والاقتصادي من خلال مثل هذه المناسبات التي تتوخى من 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 خلالها إعادة صياغة هوية المجتمع، فضلا عن ذلك فتح يعني أشبه بإسلام سوق أو بمعنى آخر مذهب للمالي أو موسم للعائدات وموسم للقباية الجديدة تحت هذه المسميات التي اخترعتها من الاحتفالات بالأعياد والمناسبات المذهبية الطائفية التي لا علاقة لها بالإسلام ولا علاقة لها بالدين لا من قريب ولا من بعيد. نعم، إذن أستاذ عبد الله، تقريبا 7 أيام سابقة وعشرة لاحقة تحضيرات تصرف فيها مئات الملايين للاحتفاء بالمولد النبوي في ظل ظروف قاسية يمر بها المجتمع، كيف تقرأ ذلك؟ حقيقة أن الميليشيا الهاشمية الحوثية تمعن في إذلال الناس وفي فرض هذا الواقع عليهم مستغلة حب اليمنيين للدين، لكن اليمنيين طالما قدسوا نبيهم عليه الصلاة والسلام واحتفوا بالشكل الشرعي بهذه المناسبة وبغيرها من المناسبات، هذه المناسبة التي يعني لم يثبت حتى احتفاء البيت النبي أنفسهم، لا ابنة النبي عليه الصلاة والسلام احتفلت بمولد والدها بعد وفاته أو في حياته، لا علي بن أبي طالب لا الحسن ولا الحسين رضي الله عنهم أجمعين قاموا بأي مظهر مظاهر احتفاء بمثل هذه المناسبة. لكن بعيدا عن هذا الأمر، يقول اليمنيون اليوم للحوثيين وإن كانوا مرغمين على سطوة الجبايات التي يفرضونها عليهم، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتشفع لأمته عند رب العالمين من النار، لكن الحوثيين لم يقبلوا شفاعة النبي حتى براتب واحد لليمنيين، كان يفترض أن يحتفوا بالنبي الرحمة، النبي الذي أرسله الله رحمة العالمين بالرحمة بهذا الشعب، بإشاعة التراحم، بإطلاق المساجين المختطفين دون ذنب، بوقف القتل، بوقف الجبايات، بوقف هتك الأعراض وهتك كرامات الناس، لكن ما يحدث وتعليق هذه كما تفضل ضيفكم الكريم يعني نوع من الاقتصاد الميليشياوي الذي تعتبر أن هذه مناسبة. يعني يرى الأستاذ نبيل أن هناك توظيف سياسي لمثل هذا الاحتفال، هل تتفق معه؟ دون شك، هي الدعوة الميليشيا الهاشمية الحوثية ودعوة الإمامية على طول الخط طوال التاريخ اليمني بأحقية الحكم بناء على هذه النقطة أن محمد بن عبد الله هو النبي وأنه جدهم، وبالتالي هم الأحق والأجدر بحكم الناس، لكن ها هو الناس يعني ها هم الناس يرون رأي العين ويذوقون الويلات من حكم هذه السلالة وهذه الطائفة، ويعرفون أن دائما الكهنوت لا يجلب لهم إلا الفقر والخوف والأمراض والموت والرعب وانقطاع الكهرباء، انقطاع الخدمات، هذا هو النموذج المكتمل لحكم الإمامة في اليمن، سواء في تاريخ اليمن الطويل وفي صراع اليمنيين مع هذه المنظومة الخبيثة التي يعني اقتحمت على اليمنيين سلامهم واقتحمت على اليمنيين بلدهم، وكانت دائما هي السبب الدائم لكل محاولات النهوض كل 50 إلى 60 سنة يحاول اليمنيون فيها بناء دولة معينة تظهر دعوة لهؤلاء
لهذه السلالة الهاشمية الإمامية وتعيد اليمنيين إلى مربع الصفر. نعم، إذن أعود إليك أستاذ عبد الله بعد أن أسأل أستاذ نبيل. مسألة الاتكاء على وعي الشعب الديني وحبه للمناسبات الدينية وللنبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الجانب الديني ربما وعلاقة اليمنيين بالنبي علاقة طيبة، لكن يعني ما يرغمه الحوثيون أو ما يصنعه بهذه الاحتفالات، هل تتوقع يعني أن يقتنعوا بالحوثيين ممثلين لهذا الدين بهذه الفعاليات أو بهذه الاحتفالات؟ كنت قبل يومين في نقاش مع أحد الباحثين الزملاء في هذا المجال، فتوقفنا عن سورة الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طبعا هذه السورة بالمناسبة نزلت بمناسبة دخول اليمنيين في الإسلام، وأنهم أتوا وفودا كثيرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنقوا الإسلام في عام الوفود. فقال لي المشكلة اليوم أن هذه الآية ستنعكس تماما، قال المسلمون اليمنيون سيخرجون من الإسلام بفعل تصرفات الحوثي. بمعنى آخر أنه يعني مثلا هذا السياق الذي اليوم يتم تقديم الإسلام بهذه الطريقة العائلية السلالية المذهبية التي تريد فرض نمط ورؤية وقالب معين للإسلام، الإسلام السلالي الذي حول رسول العالمي رسول الرحمة والإنسانية إلى جد لسلالة وأسرة بعينها تحتكر كل امتيازاته وتحتكر كل تعاليمه وتحتكر تفسير خاص له ولدينه ولرسالته. خطورة مثل هذا التوظيف السياسي للرمزيات الدينية هو أنها يعني لا يوجد لها مدلول وأثر على أرض الواقع. يعني مثلا ما ذكره الزميل صديق عبد الله الحرازي بقوله أنه يعني هذه نبي الرحمة، اليمنيين الآن 4 سنوات بلا رواتب، من قطع هذه الرواتب؟ هذه الميليشيات التي اليوم تجبر الناس على الذهاب إلى أعمالهم دون رواتب. تخيلي الناس يذهبون إلى لأعمالهم مخافة لا يقال أنه يعني لا يقبل بحكم هذه الجماعة، ويذهب 4 سنوات إلى العمل دون رواتب. اليوم أيضا فرض الجبايات على المحلات وعلى الأشخاص وعلى الأفراد وعلى وكل ما له علاقة بمنظومة المجتمع اليوم من أجل هذه إقامة مناسبات وشعائر لا علاقة لها، ليست مذكورة لا بأثر ولا بسنة ولا بكتاب، ولا هي مجرد اجتهادات يعني فردية، اجتهادات في فترات معينة من اللحظات التاريخية، وليست فرض واجب وعين على أحد. يعني هي اجتهادات. اليوم أيضا اليمنيون يحتفلون بمثل هذه المناسبات احتفاء يعني يليق بهذه المناسبات بشكل ينعكس في أخلاقهم وسلوكهم. لا أن تأتي اليوم، طبعا الاحتفال الذي يتم اليوم لا علاقة اليمنيين به، يعني حتى مثلا وفرض مثل هذه الجبايات أو الذهاب إلى تعليق هذه الخرق البيضاء الحمراء والخضراء في شوارع صنعاء وطلاء الأرصفة بهذا اللون اللون الكهنوتي الذي يراد أن يطبع في سلوك الناس أنه قريب أو أنه رمزية للعترة النبوية أو للمقام النبوي، أنا باعتقادي هذه من الخرافات التي يرد تكريسها في الحال. لكن في طبيعة الحال إنه هذه الاحتفائيات لا علاقة لها بالناس، لأنها تأتي تحت سلطة القهر والإجبار والإكراه للناس الذين فقدوا خيارات التعبير عن مشاعرهم، وانما يضطرون لمجاره مثل هذا الواقع ومثل هذا السلوك ومثل هذا يعني اجبارا واكراها. ايضا مثل هذه الاشكاليه انه يعني حاله المجتمع اليوم الميؤوس من وضعه المعيشي والاجتماعي والصحي والتعليمي، وانت تجبره لان يروح يذهب باحتفائيه يعني تنعكس سلبا عليه ويقول أنا لا علاقة لي بمثل هذه الخرافات. يعني أنت من خلال فرض مثل هذه المناسبات على الناس جبرا أنت يعني تستنتج أو بمعنى تجني يعني أشياء عكسية لرؤية الناس، يقول لك إذا كان الرسول بهذه العقلية التي تعبر عنها أو تمثلها جماعة الحوثي فلا علاقة لنا ولا حاجة لنا الرسول بهذه الصورة بهذا الشكل الذي قدمه الحوثي، وبالتالي هذه تعمل إشكالية طبعا. وهي الجانب الإيجابي فيها أنه تعرف الناس فعلا أن هذه عصابة لا علاقة لها بالرسول ولا علاقة لها بالأخلاق ولا علاقة لها بالقيم الذي
المشتركة بين الناس وبين نبيهم وبين دينهم الذين عاشوا وتربوا عليها طوال السنين الماضية، ولم يعرف اليمنيون مثل هذا الاحتفاء المبالغ الذي يظهر فعلا أنه نحن أمام عصابة تريد أن توظف مثل هذه الاحتفائيات فقط كموسم للريع وموسم للجبايات والفيد وسرقة أقوات الناس ورواتبهم. نعم، إذن أستاذ عبد الله، ما رأيك أنت؟ هل يمكن أن يصل الناس إلى مرحلة يرون فيها أن مناصرة الميليشيا الحوثية هي جزء من الدين، أم العكس كما يطرح الأستاذ نبيل؟ حقيقة أنه لا يوجد أذكى من الشعب اليمني بين شعوب المنطقة، والشعب المسيس الوحيد سواء كان بكل مستوياته المتعلم وغير المتعلم، الشعب اليمني شعب يعرف بالضبط عدوه من صديقه، يعرف بالضبط ما يراد منه، يعرف بالضبط أيضا متى يساير الموجة ومتى في الوقت المناسب أيضا ينتصف لنفسه ولقيام الحق والعدالة والخير. وبالتالي طأطأت الرؤوس الآن ومحاولة كما يقال باللهجة الدارجة مكافاة الذرب مع هؤلاء المجرمين والقتلة هي الأمر السائد الآن. يعني آخر ما ورد، لو أن الناس انسافوا يا سيدتي الكريمة لهذا المشروع لما احتاج الحوثي لهذه المبالغات في مثل هذه الاحتفالات وإجبار الناس على حضور الدروس. وصلتني قبل قليل مذكرة من إحدى المصالح الحكومية بإجبار الناس على يعني الموظفين في تلك المصالح على حضور الدرس الأسبوعي كما يقال ومتعلق بالمولد النبوي الشريف. إذا نحن أمام حالة إكراه، وإذا كان رب العالمين يقول لا إكراه في الدين يأتي الحوثي ليقوم بالعكس، وإذا كان رب العالمين يصف وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له لست عليهم بجبار يأتي الحوثي ويصبح جبار الجبابرة وبالغصب وبالقتل يعني انتهك دماء اليمنيين وحريتهم وكرامتهم وأموالهم باسم الله وباسم النبي، والله والنبي بريئون من ذلك، واليمنيون يعرفون الله قبل حتى الرسالات النبوية، قبل أن يأتي الإسلام والشريعة الإسلامية الغراء إلى اليمن كان اليمنيون في طريقهم إلى الله، قبل الأنبياء كان اليمنيون يعرفون الله، ولهذا كانوا السباقين دوما لإجابة دعوة الله. لن يأتي أحد يزاد على اليمنيين، لا بقايا الرس ولا المستجلبين. نعم، لكن اسمح لي أستاذ عبد الله، يعني أتفق معك، اسمحي لي بس نقطة واحدة. لدي نقطة واحدة حول دلالات هذه المبالغة في الاحتفاء وهذا الشكل والبهرجة الإعلامية والبروباغندا التي واحدة من أهداف الحوثي بذلك هو تقديم هذا الأمر للرعاة والداعمين في طهران، أننا بصدد فرض مسألة الفكرة الإمامية وفكر التشيع والفكر الجعفري على اليمنيين، وانظروا إلى حالة الانتعاش التي وصل إليها هذا الأمر. كل هذا زائف يعني ولن يظل ويمكث إلى ما ينفع الناس. نعم أستاذ عبد الله، ولكن يعني أنت تحدثت ربما أن اليمنيين لن ينخدعوا بهذه الأفكار وأنهم يعلمون تماما ما الذي يصنعه الحوثي، ولكن الخوف هو على الجيل الصاعد، الشباب، الأطفال. صحيح. الذين تكرس لهم مثل هذه المفاهيم. يعني نحن الآن نتحدث عن جيل يعايش الحوثي 5 سنوات، وربما ستطول مسألة. صحيح. طالما والشرعية لم تتخذ موقف بعد. يعني ربما شاهدت أنت المقطع الذي تتلو فيه الطالبة كلمة حول يعني تأثير الصرخة وقيمتها الدلالية، وهي يعني ترفع ورقة عليها مطبوع عليها الصرخة. كل هذا ألا يمكن أن يؤثر في الجيل بصورة؟ ويمكن أن يؤثر. لا يمكن أن ندس رؤوسنا في التراب وأن نكتفي بوعي الشعب اليمني ونراهن على هذا الجيل الواعي وهذا الجيل البالغ الراشد الذي يعرف متى جاء الحوثي ومن أين ولماذا. هناك جيل يتشكل كما تفضلت، ويجب أن نقاوم يعني، ويجب أن نحث الناس، لأنه أولا اغسلوا يدكم من شيء اسمه الشرعية واسمه الحكومة الشرعية أن تقوم بأي شيء. فهؤلاء الذين فرطوا في البلاد ابتداء وسلطة عبد الرب منصور هادي ومعاونه علي محسن الأحمر لا يمكن أن يعيدوا للناس دولة هم من فرط فيها ومن أسقطها أو من تسبب في إسقاطها. لكن هنالك
أدوات مقاومة مجتمعية وشعبية. لن يستطع العدو الصهيوني أن يفعل شيء في المجتمع الفلسطيني برغم كل الإمكانات التي لديه. لم تستطع كذلك يعني كثير من التجارب أن تفرض على الناس. يظل الناس يعرفون الطريقة المقاومة لهذه المشاريع. رأينا بالمقابل كما تفضلت كما رأينا مثل هذه النماذج التي يتم تلقين الأطفال إلى لهذه الخرافات، لكن رأينا أيضا ربما الأمر الوحيد، الصرخات الوحيدة في وجه الحوثي كانت من طلاب وطالبات المدارس في أمانة العاصمة رفضا للحوثي كلما تسنى لهم ذلك وكلما استطاعوا. لكن هذا أيضا لا يجعلنا نترك الأمر كله للمجتمع. يجب أن يدعم هذا الأمر وأن يرفض إعلاميا ومن قبل كل من لديه القدرة على الفعل، المؤسسات التي تستطيع أن تنتشل هؤلاء الطلاب لتوفير منح دراسية لهم في مستويات معينة فلتفعل ذلك. المجتمع في حد ذاته يجب أن يركز على أبنائه وأن لا يتركهم فقط للمدارس، لأن المدرس مجبر. منظومة التعليم من المدرسين أنفسهم يجب أن يجدوا طريقة لإقناع الطلاب أن ما يطرح غير حقيقي بطريقة أو بأخرى، حتى لو تم الأمر العمل على على يعني في على نطاق سري. لكن ترك المجتمع هكذا دون شك سيسمح للأمر تأثير، إنما ليس بالسرعة التي يأملها أو يتصورها غرور الحوثي وركونه إلى مسألة القوة ومسألة الفرض ومسألة الإجبار. ذلك أن كل الجماعات الإرهابية على نمط الميليشيا الحوثية لم تجابه إلا بالرفض. لدينا يعني كانت القاعدة تدخل إلى أبيان وتقوم بفرض ما لا يمكن لأحد أن يرده، وبمجرد أن يخرجوا ينتهي تأثيرهم. يعني هذا هو نمط الجماعات الإرهابية العقائدية المستندة على فكر زائف وعلى فكر منحرف ما بالك. والحوثي نفسه لا يؤمن بهذه الخرافات. الحوثيون والهاشميون أنفسهم المتحوثون وأتباع هذا يعرفون أن هذه مجرد وسائل لإخضاع المجتمع لسلطتهم. هم لا يريدون عقول الناس، هم يريدون جيوب الناس. اليوم حمود عباد بنفسه يغلق في أمانة العاصمة المخابز ويحرم الناس من الخبز ويحرم أصحاب الأفران من أعمالهم للرافضين لدفع الإتاوات باسم مراقبة الأسعار. اللص عاد ليراقب الأسعار، وهو الذي يبالغ في يعني كميليشيا. هم الذين يمنعون الديزل، هم الذين يمنعون المحروقات ويضاعفون سعرها، هم الذين قاموا أساسا على مسألة السوق السوداء لكل شيء، من لقمة الخبز إلى الوقود إلى الوظيفة. بمناسبة ذكر الوظيفة كما تفضل الأستاذ أن الناس يذهبون خوفا، لا يذهبون خوفا فقط من قول أنهم يرفضون حكم هذه الميليشيا، ولكن هنالك إحلال تقوم به الميليشيا الهاشمية الحوثية لعناصر هاشمية تتبعهم. وهنالك نظام مالي موازي يستلم الهاشمي الموظف في وظائف الدولة راتبه كاملا مع المستحقات والعلاوات والمكافآت من النظام الخاص بالميليشيا الحوثية، بينما اليمني الموظف الأساسي في هذه الوظيفة خزينة الخدمة المدنية التي يتبعها الرسمية الكشوفات المعروفة فارغة، ولا يستلم شيء إلا كل 6 أو 7 أشهر على الأقل. كنا نريد من الحوثيين أن يصبحوا أذكياء قليلا، أن يستغلوا هذه المناسبات للتفريج عن الناس. كان كما قلت يعني إذا كان حضور اسم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مرتبط بالشفاعة من النار، لم يشفع عند الحوثي لليمنيين براتب أو حتى بنصف راتب، بل على العكس أخذوا ما في الجيوب وأخذوا ما تحت المخدات. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عبد الحرازي الإعلامي الذي كنت معنا عبر سكايب من هولندا. أعود إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، لو تابعنا المناسبات الحوثية فهي كثيرة خلال العام والواحد. هناك الغدير، هناك الولاية، عاشوراء، الإمام زيد، ذكرى مقتل حسين بدر الدين الحوثي، دلائل الصرخة وما إلى ذلك من احتفاءات يخترعونها. ما الذي تجنيه الميليشيا من هذه الفعاليات؟ طبعا مثل هذه الظاهرة التي تقوم بها مثل هذه الجماعة
هذا كان يطلق عليها المفكر الإيراني الأشهر علي شريعتي بظاهرة الاستحمار الديني. ظاهرة الاستحمار الديني أنك تلهي الناس بقضايا وشعارات كبيرة فيما أنت تقتلهم في أخص خصوصياتهم ومعاشهم وتهلكهم بقضايا لا علاقة لهم بها تحت شعار كبير أنت تسرق حقوقهم ومرتباتهم وتحرمهم من التعليم وتحرمهم من التطبيب وتحرمهم من كل ما له علاقة بكرامتهم الإنسانية وأنت ترفعهم وتشدهم لشعار كبير جدا لا علاقة له بالواقع المعاش. وبالتالي هذه الظاهرة يعني كثرة المناسبات الدينية هو أيضا يعني بقدر ما هو نوع من الاستحمار اللي يسميه علي شريعة الاستحمار الديني، استخدام الدين كشعار لإبعاد الناس عن قضاياهم الحقيقية والمصيرية ولتجرهم إلى قضايا كبيرة. الدين بالأخير هو سلوك وتصرف فردي ومسألة فردية خاصة بينك وبين الله، لا علاقة لها بشعارات الكبيرة وبهذه المناسبات الإضافية التي أضيفت إلى القاموس أو الجدول المناسباتي. الجانب الآخر والأخطر في هذه الإشكالية إنه أيضا جزء من حالة الفشل في إدارة شؤون الناس، في إدارة تعليمهم، في إدارة أمنهم، في إدارة اقتصادهم، هو أن تحاول أن توجد مسار آخر تهرب له لمخافة أن يساء لك الناس. يعني أنت بدل أن تذهب وتوجد حاجيات الناس ومعاناتهم، أزمة الغاز، أزمة الخبز، أزمة الدواء، أزمة العلاج، أزمة هذه كلها أزمات موجودة، أزمة الراتب المنقطع، كل هذه أزمات كارثية يعاني المواطن جراءها يوميا يعني. وتذهب أنت وتعطيه تفتح له مجال للعزاء والمناسبات التي لا طائل منها وليس لها أي نتيجة ولا مردود لا على المستوى الأخلاقي النفسي ولا على المستوى العام والمستوى المصلحي البرجماتي فيما يتعلق باحتياجاتهم اليومية. هذا نوع من الهروب في خلق جو آخر للأزمة أو الفشل الإداري في إدارة مؤسسات الدولة قبل هذه الميليشيا الطائفية. الجانب الآخر أيضا وأنا أعتقد أنه جانب مهم أنه يعني اليوم أيضا أنه مسألة الاتكاء على إيجاد شرعية، يعني هذه الجماعة تدرك أنه ليس لها شرعية سياسية على الإطلاق لأنها أتت عن طريق انقلاب وأتت عن طريق نص مذهبي وطائفي لديها تؤمن به وتشرع لنفسها من خلاله، وبالتالي لا مجال أن توجد شرعية حقيقية سياسية أمام الناس وتكون مسؤولة عن إدارة شؤونهم، فتذهب إلى التفسير الديني لحقها في الحكم من خلال إيجاد هذه المناسبات وإيجاد مثل وشد الناس إلى مثل هذا الجانب الخطير في هذه المسألة. أيضا أريد ركز على مسألة مهمة جدا إنه أيضا جزء من هذا وما ذكرته في بداية الحلقة إنه مسألة إعادة صياغة هوية جديدة للمجتمع، وهذه أخطر ما في المسألة كلها، هي الأخطر لأنها تعمل على اليوم مثلا 4 سنوات تمر وهناك مناهج غيرت وهناك شعارات نزلت وعلقت في الشوارع وهناك إعلام يضخ، كل هذا يشكل إشكالية في إطار وجود قمع أيضا ووجود أيضا مثلا ما يتم تسريبه مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق ب حتى على مستوى مؤسسات الدولة إنه هناك محاضرات أسبوعية ومحاضرات شهرية ودورات تثقيفية مذهبية طائفية للناس تجبرهم أو تعمل على إعادة تفكيرهم ونمط سلوك وحياتهم بطريقة مختلفة، طريقة أقرب إلى الأيديولوجية المذهبية والطائفية. هذه هي أنا باعتقادي هي الأخطر فيما يتعلق بالعمل على تغيير المجتمع، العمل على وهذا خطير على 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 النشأ الصغار الذين في المدارس وخاصة في الصفوف الأولى أو حتى على مستوى الثانويات لأنهم في مرحلة المراهقة والناس يعني في وجود مسارات أخرى للمعرفة اليوم هي تؤثر، وخاصة في إطار يعني حتى مثلا ضعف مثلا عدم وجود مناهج مغايرة، عدم أيضا حتى مثلا وسائل التواصل في عدم وجود القدرة على التعاطي مع الانترنت وعلى شراء الانترنت أو شراء جهاز لدى هؤلاء المراهقين وليس لهم إلا مصدر المدرسة التي تحاول تشيعهم أو حتى وسائل الإعلام التي يشاهدونها في الداخل. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا الأستاذ أحمد أسامة أحمد من سكان صنعاء عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير أخ أسامة.
مساء النور أستاذة. أهلا بك أستاذ أسامة. لا تزال صنعاء تحت وقع عنف ممنهج من قبل عناصر ميليشيا الحوثي ضد السكان منها جباية الأموال، خاصة في مثل هذه المناسبات. أطلعنا على ما حدث في صنعاء هذه الأيام. في الحقيقة تتجلى صنعاء كما تشاهد من خلال الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بلونها الأخضر، تتجلى بشكل يبدو أكثر بشاعة عندما نقترب من بحجم سكان صنعاء أو أصحاب المحلات الذين يتعرضون خلال الأيام الماضية والمستمرة حتى اللحظة لحملة شعواء لأخذ جبايات وفرض جبايات بالقوة عليهم. تتراوح هذه الجبايات من بين 5000 إلى 50000 ريال على المحلات التجارية وعلى المخابز وعلى غيرها. ومن يرفض الدفع يتم إغلاق المحل ويتم أخذه إلى السجن. نعم. وهكذا معاناة مضاعفة يتعرض لها السكان. نعم أخ أسامة، يعني هذا الترف المبالغ به في الاحتفالات وفي المبالغ التي تصرف وفي الإضاءة التي تركب والأعلام والألوان، يعني ألا يخشى الحوثيون من ثورة جياع قد يعني تستيقظ وتهاجمهم، خاصة يعني وهم بدون رواتب وهناك يعني فعليا العديد من الأسر النازحة والمكافحة؟ لا تراهم جماعة الحوثي، لا تراهم على شيء بقدر مراهنتها على طمعها واستخدامها العنيف والمفرط بالقوة ضد كل من يرفع صوته أو ضد كل من يحتج ولو بشكل بسيط ولو باعتراض عادي على أحد المشرفين أو أحد المجندين الصغار من الجماعة. فهذا الشيء جعل الناس يذكرون 1000 مرة قبل أن يقدموا على شيء من احتجاج أو الاعتراض على ما تقوله الجماعة وما تمارسه منذ 5 سنوات تقريبا. نعم، إذن هناك مفارقة أيضا كبيرة تشهدها العاصمة صنعاء، وهي نمو طبقة كبيرة من الأثرياء والأغنياء وتدني كبير لطبقة الفقراء والأسر الكادحة، وهناك أيضا من يموت جوعا. ما حجم هذه المفارقة في العاصمة صنعاء؟ الأوضاع مزرية جدا بشكل بالنسبة للعاصمة مثيل على الإطلاق أعتقد تاريخيا. نلاحظ ونشاهد خلال الأيام أو الأسابيع الأخيرة نلاحظ سيارات تابعة للأمم المتحدة عليها علامة اليو إن وسيارات فارهة أخرى للمشرفين ولغيرهم من أعضاء الجماعات الأطفال حتى مقاتليهم الأطفال، بينما نلاحظ في الشارع أعداد لا يمكن حصرها من الشحاتين والمسيلين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أسامة أحمد، أحد سكان العاصمة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. ولو تحدثنا عن هذه النقطة أستاذ نبيل، مسألة المفارقة الكبيرة، إحدى الصديقات تبعث لي بعض الرسائل وهي معلمة تتحدث عن تدني شديد لحالة الناس من المعلمين ومن الطلاب خاصة في المدارس الحكومية. المعلم يجبر على الذهاب حتى لا يفقد درجته الوظيفية، يستلم ما بين 10 إلى 12 ألف إلى 15 ألف في أحسن الأحوال من الطلاب الذي تؤخذ منهم هذه المبالغ، وهناك مندوبين للميليشيا اللي استلموا الباقي، وهناك مندوب للمنطقة، وهناك يعني وتتحدث أيضا عن سيارات لأول مرة تشاهد في العاصمة صنعاء، سيارات فارهة، ماركات غالية الثمن، وربما أيضا ذكر هذه النقطة الأخ أسامة. يعني ما 4 أو ما يقارب 5 سنوات الآن حصلت تغيرات كبيرة في بنية المجتمع. نحن نعرف أنه هناك اقتصاد حرب، هذا الاقتصاد الحرب رفض جبهة هذه الجماعة بكثير من المصالح على كل مستويات. طبعا حصل بجانب اقتصاد الحرب ايضا غسيل اموال كبيره، طبعا حصلت منهوبات كبيره لمؤسسات الدوله، حصلت منهوبات كبيره يعني للبنوك اليمنيه، ومنهوبات كبيره لكثير من المؤسسات السياديه كالهيئه الضمانات المعاشات الاجتماعيه وشركه الغاز والنفط والاتصالات. يعني هناك ايرادات كبيره ايضا حتى على مستوى ايرادات
الهيئة العامة للطيران، كثير من المصالح الاستراتيجية الكبيرة في اليمن التي كانت لديها أيضا فائض مالي فيما يتعلق ب ضمان يعني الفائض ضمان موظفيها واحتياجاتها وميزانية التشغيلية، حصل عملية تجريف لكل هذه من قبل مشرفي جماعة الحوثي، من قبل رجال جماعة الحوثي الكبار الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات. طبعا هذه الأموال التي تم وأموال أيضا السوق السوداء، طبعا لا تنسى أن هناك سوق سوداء كبيرة ويشارك على رأسها كثير من قيادات بما فيهم محمد عبد السلام مثلا الذي أصبح اليوم رجل السوق السوداء الأكبر فيما يتعلق بالديزل والغاز والنفط أيضا. وأيضا كل هذه الأموال التي يتم طبعا لا تورد إلى مؤسسة الدولة، هي سحبت بعضها من مؤسسة الدولة والبعض الآخر أيضا يتم التصرف بها من قبل هؤلاء المشرفين الذين تحولوا في ليلة وضحاها إلى إقطاعيين كبار يشترون العقارات في صنعاء بمئات المليارات ويهدونها وينشون على أنقاضها بروج مشيدة كبيرة في صنعاء. أيضا هناك طبقة من رجال أعمال جدد ظهروا تحت هذا المسمى، تفتتح يعني بشكل دائم مولات وسوبر ماركات كبيرة اليوم في صنعاء، ووجود أيضا حتى مناطق تجارية جديدة في العاصمة صنعاء. يعني مثلا الأخبار التي تأتينا من صنعاء مثلا هناك يعني عملية إعادة إنشاء سكني كبير وتغيير كثير من المعالم الرئيسية في العاصمة في كثير من الأحياء، خاصة الأحياء القديمة يتم هدها وبناء بيوت جديدة. كل هذه الإنشاءات الجديدة هي عبارة عن غسيل أموال لجماعة الحوثي ولمشرفيها ولأفراد المستفيدين من مصالح هذه الطائفية السياسية أو هذه الجماعة السياسية. أنا باعتقادي هذا الذي يحصل هو نوع أيضا من إعادة تشكيل بنية المجتمع حتى الاقتصادية. يعني مثلا الحملات التي تشن مثلا قبل أيام شنت حملة كبيرة على ملاك الصيدليات في صنعاء وتم سجن معظمهم وإغلاق معظم وسحب معظم التراخيص منهم. نفس الحال كما حدث للصرافين سابقا. نعم بالضبط، نفس الحال ينطبق أيضا اليوم على أصحاب المخازن والمخابز أيضا. وكل هذا هو إعادة صياغة السوق أو إعادة صياغة المجتمع الاقتصاديا في الداخل، وبحيث تتركز الأموال وتتركز المصالح التي تجبى من الناس والتي ذات دخل كبير في إطار جماعة وطائفة معينة في الداخل اليمني. وبالتالي كل هذه الإشكاليات هي أيضا تأتي نتيجة لتأخر مسألة الحسم ونتيجة تأخر والسياسات الخاطئة التي اتخذت في معالجة الملف اليمني من قبل الشرعية أو من قبل حلفائها في التحالف العربي. هذه كلها ستكون لها تداعيات وكوارث كبيرة مستقبلا فيما يتعلق بمصير مثل هذه الطبقة التي نشأت على أنقاض الحرب وكيف سيتم التعاطي معها مستقبلا. يعني أنا باعتقادي المشهد اليمني يشهد تحولات خطيرة هي ليست في صالح اليمنيين على الإطلاق. كلما طال أمد الحرب كلما زادت هذه المعاناة وكلما أدى إلى ظهور وبروز وإعادة تشكيل لبنية المجتمع اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. نعم، إذا يعني لو عدنا لموضوع هذه الاحتفالات أستاذ والتي تكرس فكرة الحق الإلهي لآل البيت وخطاب البعض عبارة عن ألغام مستقبلية تهدد المستقبل، ما مدى خطورة ذلك على مستقبل اليمنيين ومستقبل التعايش وعلى الناشئة؟ طبعا هذه الخرافة آل البيت هي من الخرافات الكبيرة التي مررت في كثير من الفترات وساهمت بعض الأفكار حتى على مستوى التراث الإسلامي في تمرير مثل هذه الخرافة. هي خرافة بكل ما تحمل كلمة معنى. أنا لست في وارد النقاش اليوم لكثير من مسلمات هذه الخرافة، لكن كثير من يعني أستطيع أقول بكل صراحة أن هذه خرافة اليمنيون تجاوزوها وتجاوزوها من لحظة عودة هذه السلالة الانقلابية. الإشكالية تكمن إنه في فضاء تمددت فيه هذه الجماعة، فضاء بفعل الفشل السياسي، بفعل أيضا المناكفات السياسية التي حصلت، بفعل أيضا الظرف الدولي الذي استغل في مسألة ضرب ثورة 11 فبراير والانتقال السياسي الديمقراطي في اليمن. لكن أيضا يعني حتى لا نكون مبالغين ومتفائلين أكثر، إنه تكرار وإعادة يعني تعميم مثل هذه الأفكار في أوساط اليمنيين وخاصة في المناطق التي تخضع لقمع واستلاب جماعة الحوثي هي تؤثر فيما يتعلق بالمدى المتوسط، فيما يتعلق بتجنيد المراهقين وتجنيد الناس
تحت إلحاح الحاجة وتحت إلحاح أيضا الخوف من جماعة الحوثي في معاركها وتصفية صراعاتها في الداخل اليمني. هذه من أخطر وأخطر الإشكاليات التي تواجه المجتمع في الداخل فيما يتعلق ب أيضا فكفكة النسيج المجتمعي فيما يتعلق بخلق مسارات أخرى للتجنيد وتهيئة الناس لفترات طويلة من الصراع، وتؤدي أيضا إلى شرخ النسيج الاجتماعي فيما يتعلق بطيفنة المجتمع وإيجاد يعني مناخ للاستقطاب حاد بين طائفة وأخرى. لكن أيضا في الجانب الآخر وهو مسألة اليوم جماعة الحوثي استنزفت بشريا، وهذا الاستنزاف تقابله بتجنيد مزيد من الأفراد وتجنيد مزيد من الأفراد وخاصة من فئة المراهقين، يتم عن طريق تغذيتهم بهذا الخطاب الطائفي الكهنوتي المتهافت رغم تهافته، إلى أنه في مرحلة الطفولة هو يؤثر في تشكيل ذهنية الناس بشكل خطير. نعم أستاذ نبيل، الآن صنعاء وما حولها تقريبا مناطق تستقبل خطاب واحد وهو خطاب الحوثي الطائفي والمذهبي، كيف يمكن توعية الناس بمخاطر هذا الفكر الأحادي وهم تحت سيطرة الحوثيين؟ طبعا هناك وعي تشكل، في وعي آخر أيضا طبعا ساهمت كثير من وسائل التواصل في إبراز خطاب معين في الواقع اليمني، وهناك وعي ايضا لانه الناس بالاخير تميز، يعني نحن يعني كيمنيين يعني رغم المعاناه رغم الظروف القاسيه التي يمر بها اليمني، لكن هناك ايضا نسبه وعي كبيره موجوده، هذه الوعي يتشكل ويدرك الفوارق ويدرك ما خلف مثل هذه الشعارات وما خلف هذه الافكار، ويميز اليمني كثيرا بين الدين وبين التجاره الدينيه. اليمني عنده قابليه للتمييز وعنده قدره نقديه على محاكاة الأفكار وتقييمها أيضا. الخطورة كما قلت أنا هي تكمن على طبقة الناشئ من الشباب أو الناشئ من الأطفال الذين في المدارس، هذه هي الكارثة الكبيرة التي اليوم تشتغل عليها جماعة الحوثي، باعتبار أنه هذا يعني الطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية أيضا لا قدرة نقدية وفكرية لديهم لمواجهة مثل هذه الأفكار وانتقادها أو حتى محاولة فهمها، وبالتالي هذه الإشكالية تكمن وخطورتها تكمن هنا. لكن على مستوى أنا باعتقادي المستوى الاجتماعي بشكل كبير، الطبقات الكبيرة من الناس الذين نالوا حظا معينا من التعليم سواء الإعداد الجامعي أو حتى الثانوي والمعاهد وكذا، عندهم قدرة على فهم مثل هذه الإشكاليات، أنا باعتقادي لن يكون الخوف عليهم كثيرا. الخوف الكبير هو استمرار توقف المعركة عسكريا واستمرار طول أمد هذه الأزمة والذهاب نعم إلى مساومات، يعني الخشية من تمدد نعم السنوات والاستمرار في مساومات سياسية تمكن هذه الجماعة خلالها من إعادة تعزيز وجودها ثقافيا ومذهبيا من خلال هذا الخطاب الذي تتبناه في وسائلها ومنابرها. نعم، يعني برأيك ما هي الجهود الفكرية أو الثقافية التي يمكن أن تقاوم هذا التجريف خاصة من أناس خارج يعني يقعون في مناطق خارج سيطرة الحوثيين، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام أيضا باتت ربما في كل بيت؟ صحيح، اليوم أنا باعتقاده الوسيلة الأكثر قدرة على مواجهة هذه الجائحة أو مسألة إعادة تشكيل فكر المجتمع وسلوكياته وسائل التواصل تلعب دور كبير، لكن أيضا حتى لا نكون مبالغين في الأمر، أنا باعتقادي أن المسألة يجب ألا تتوقف عند هذا المستوى. المعركة بالنسبة لي من معركة مصيرية، يعني مثلا حتى لو افترضنا ذهبت وأتت اتفاقات سياسية وما شابه، أنا باعتقادي هذه لن تكون في صالح اليمنيين، أنا باعتقادي يجب أن يكون هناك الذهاب حقيقة لمواجهة هذه الكارثة وتغولها أيضا من خلال إيجاد نماذج جيدة ورائعة في الطرف الآخر لهذه الجماعة في المناطق التي تحررت شمالا وجنوبا. تقديم النموذج أنا باعتقادي هو خير رد وخير دليل على فشل مشروع هذه الطائفة وأنه الجماعة وعدم قدرتها على إدارة المشهد، وعلى مهما رأت الناس أنه اليوم يعني صحيح أنه ما حصل في عدن وما حصل في المناطق الجنوبية هو لفت أنظار الناس إلى مكان آخر في الصراع ونسى الناس مسألة جماعة الحوثي، لكن في حقيقة الأمر أنا باعتقادي أس وقدر المشكلة في اليمن هي جماعة الحوثي. هذا الانقلاب السلالي الذي جاء في لحظة توافق وطني سلب اليمنيين قدرتهم على الإنجاز وعلى الإقلاع الحضاري والسياسي من خلال انتقال سياسي ديمقراطي كان على وشك الانطلاق به.
أنا باعتقادي هذا الجوهر في الأزمة اليمنية. جماعة الحوثي هي أس المشكلة وأس البلاء، فمن خلال تكريس المواجهة اليوم أيضا حتى مثلا على مستوى مثلا المشاريع الصغيرة التي نبتت على سطح المشهد السياسي في اليمن كمسألة الانفصال وغير الانفصال، حتى مسألة مثلا القوات التي يتم اليوم تدريبها في الساحل الغربي كلها، أنا باعتقادي هي ليست مشاكل كبيرة لأنها مشاكل سياسية ممكن حلها، على عكس المشكلة مع جماعة الحوثي. مشكلتنا مع جماعة الحوثي ليست مشكلة سياسية، وإن كن كثير من ملفاتها ملفات سياسية، لكن في جوهرها هي أزمة مذهبية طائفية. الحل يعني بالنسبة لليمنيين هي معركة وجودية، يا إما جماعة الحوثي تحكم وتسيطر على اليمن وتعيده إلى قبل 200 و300 سنة، أو أن اليمنيين ينتصرون على هذه الجماعة ويعيدوا دمج من تبقى من أفرادها في إطار المجتمع اليمني كيمنيين لهم حقوق وعليهم واجبات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث نبيل البوكيري، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.